أخبار اليوم. المنتدى النهارده معمول على هامش الجمعية الإجماع المصري الروسي اللجنة العاشرة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين مصر وروسيا برئاسة السيد الوزير دينيس مكتوف. احنا تقابلنا في أبو ظبي مع وزير الدولة الإماراتي لأول مرة يمكن شهرين، واتفقنا على بعض التفاصيل الخاصة بالمنطقة الصناعية اللي أنا هشير عليها إن شاء الله. وكان في ترحيب كبير من الجانب الروسي إزاي نقدر نزود الاستثمارات الروسية في مصر، ولهذا السبب يمكن السيد الوزير هيجي معاه أكثر وفد من رجال الأعمال تدريب العلاقات المصرية والروسية، وهذا منه زيارة المصانع وبحث مجالات التعاون المشتركة من خلال المرحلة اللي احنا عندنا يعني محتاجين الأمان إن شاء الله يسكر عن دفعة جديدة للعلاقات اللي تاريخيا موجودة. احنا كحكومة مصرية بدأنا بإصلاحات عديدة، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات ضريبية، وكان الوقت في البداية في الرحلة احنا بنعمل على إزالة كل المعوقات سواء للمستثمرين الأجانب أو المستثمرين المصريين، بنعمل على زيادة الديمقراطية، ودي طبعا بتتطلب تشريعات احنا بنعمل جاهدين عليها. الحمد لله النهارده مع الاستقرار الاخير من خريطه الطريق في مجلس النواب يقدر يتم هذه الاشعاعات، فان شاء الله دي هتمشي بسرعه اسرع. جزء كبير من مقومات الاستثمار الاجنبي هي الانفراستراكشر او المشروعات البنيه التحتيه اللي مصر عملت او يمكن خلال السنتين تم العديد منها ولسه بيتم خلال الثلاث سنين الجايين. ربنا قناة السويس الجديدة، محور قناة السويس النهارده بقى له هيئة برئاسة الدكتور أحمد درويش، ودي هتكون دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي. بنبني ثلاث مواني جديدة، نوسع ثلاث مواني حاليا موجودين بحيث ان قناه السويس محور قناه السويس يكون هب للتجاره العالميه، وده جزء من الكونكشن اللي ان شاء الله هنتكلم فيها بكره مع الجانب الروسي. بناء 4000 كيلو متر من الطرق مجرد خارج القاهره بشكل مختلف، تجمعات صناعيه وعمرانيه عديده، ونتكلم على بناء ثلاث مدن جديده من العاصمه الاداريه. لقينا جزء كبير جدا من محطات الكهرباء اللي الحمد لله عوضت النقص اللي كان موجود خلال السنين اللي فاتت، دي كلها مقومات هامه جدا لاي استثمار سواء خارجي او داخلي. ده كله نتيجه انه خلال السنه اللي فاتت الاستثمار الخارجي كان حوالي 6.4 مليار دولار، وفي كل التخلفات اللي احنا عشناها خلال كذا السنه اللي فاتت الاقتصاد المصري نما 4.2، دي نسبه تعتبر نسبه ممتازه بالمقارنه بدول عديده ناميه مصريه، وهدفنا ان شاء الله نوصل الى 5 على اخر السنه الماليه.